اذكر حي أو منطقة في بغداد يبدأ اسمها بحرف شين. شارع الرشيد. حي أو حي. منطقة في بغداد يبدأ بحرف الشين. نقدر شارع فلسطين أو شارع فلسطين. شارع فلسطين. خلينا نشوف شارع فلسطين. خطأ، ما إجى لأنه الناس تراحت على الشارع. إحنا ردنا حي أو منطقة يبدأ هذه المنطقة بحرف شين. شورجة. الشورجة. ما إجى لأنه أيضا الناس راحت بالاستبيان أنه هذه ليست منطقة وإنما سوق معروف، سوق الشورجة، فهو سوق وليس حي أو منطقة. آية. ما عندي معلومة. إذن خلي نشوف، خلي نشوف من آية إلى مينة. الشعلة. الشعلة. شعلة. الشعلة. إذن نروح ويا البدراني، تفضل أخ علي وتفضل. شعلة. حي شعلة. أحمد. حي الشهداء. حي الشهداء موجود؟ ما موجود. ما موجود، هو مو خطأ، حي الشهداء موجود بس ما اجى بالاستبيان. دعاء. شارع الرشيد. شارع الرشيد. شارع الرشيد. ما احنا قلنا هذا شارع وليس حي او منطقة. خلي نشوف الان خطأين. الان فكروا باحتمال اخر. عمر. ما اعرف، ما يجي ببالي. لا طلع اكس الثالث بالوقت والروح على العدي. أنا أكو عندي في الصديق بعدين أحكي لكم إياه. اسمه رعد، رعد عندي صديق اسمه رعد. خلي نشوف الأخ علي. شو تقول؟ حي الشمال. حي الشمال. نعم. وعلي. شماسية. الشماسية. وآية. الشماسية أيضا. الشماسية. وعلي. نقول حي الشمال. حي الشمال. حي الشمال. خلي نشوف حي الشمال. خطأ مع الأسف، راحت النقاط 21 نقطة. مو هواية، مو هواية، لأنه عرفتوا احتمال واحد فقط. اثنيناتكم ما عرفتوا غير بس الشعلة. الله أكبر. خلي نشوف. الشيخ معروف. الشرطة. حي الشرطة. الشالجية. أربعة. الشاكرية. ثلاثة. الشواكة. واحد. الشعاب.